جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المملكة الأردنية الهاشمية عمان لنقرأ رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات. تقول أختكم أم عبادة الحارثي تسأل وتقول: حدثونا عن كيفية مراجعة القرآن الكريم لمن يحفظه، علما بأني امرأة متزوجة ولدي مسؤوليات كثيرة، بالإضافة إلى تعلقي بقراءة الكتب الأخرى التي تخص ديننا، وكم جزءا في اليوم ينبغي أن أراجعه، وهناك سور وأجزاء نضبطها وأخرى عكس ذلك، فما هو كلامكم الموجه إلينا كي نتبعه في مراجعة القرآن الكريم، وما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها حامل أو صاحب القرآن؟ أرشدونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء وبارك في أدنكم. مراجعة القرآن وتعاهد القرآن أمران مطلوبان أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يختلف باختلاف الناس وظروفهم، فعلى المسلم أن يجعل له جزءا يوميا من القرآن يقرأه قليلا أو كثر حتى يختم القرآن، إما في أسبوع وإما في 10 أيام وإما في نصف الشهر أو في 30 يوما، وهذا آخر الحد. آخر حد لا ينبغي للمسلم أن يمر عليه شهر إلا وقد ختم القرآن، يعني يجعل له كل يوم جزءا من القرآن، لأن القرآن 30 جزءا، فإذا جعل له في كل يوم جزءا من القرآن يقرأه إلى أن يكمله هذا آخر حد، ولو قرأ أكثر من ذلك وختمه في وقت أسرع لكان ذلك أفضل. فالحاصل أن هذا يختلف باختلاف ظروف الناس ومقدراتهم على تحزيب القرآن. أما أن يهمل ولا يقرأ شيئا من القرآن ولا ينظم له جزءا من القرآن في كل يوم فهذا إهمال، هذا إهمال وهجر للقرآن. وأما نعم الصفات التي التي يتحلى بها قارئ القرآن فهو العمل بالقرآن الكريم، تحلي بما يأمر به القرآن فيفعله، وابتعاد ما ينهى عنه القرآن من الأخلاق الذميمة والمعتقدات الباطلة. فصفات قارئ القرآن أن يعمل بالقرآن الكريم ويظهر على تصرفاته وعلى أعماله، ويكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يتخلق بآداب القرآن وتوجيهات القرآن. كذلك كل مسلم، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. المقصود من القرآن هو التلاوة والتدبر والعمل بما فيه حتى يكون حجة للمسلم، قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن أهملته. نعم.